السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط. عندنا موضوع مصادر الأفعال الغير الثلاثية صفحة 47. نشرح الموضوع وإن شاء الله على المحاضرة الأخ نحل التمارين. راح أشرحها بصورة يعني بسيطة وإن شاء الله تفتهموها. قلنا صفحة 47، مصادر الأفعال الغير الثلاثية عندنا ثلاث مصادر أفعال ثلاثية، يعني أفعال هي غير ثلاثية مو ثلاثية، أفعال رباعية وأفعال خماسية وأفعال سداسية. خلينا نحل بالهذا بالورقة. يلا عيني، بسم الله الرحمن الرحيم. مصادر الأفعال الغير ثلاثية، يلا يوم يا الله. تقسم، هي نقول هي أفعال مكونة من ثلاثة يعني من ثلاثة أنواع، هي مكونة من ثلاثة أنواع نقول، وهي مكونة من ثلاثة أنواع. أولاً الأفعال، مصادر الأفعال الرباعية. اثنين، مصادر الأفعال الخماسية. ثلاثة، مصادر الأفعال السداسية. هسه قلنا ثلاثة، هنا ثلاثة، زين. هاني هسه راح ناخذ مصادر أول ألف، نقول مصادر الأفعال الرباعية، مصادر الأفعال الرباعية. هاي مصادر الأفعال الرباعية تتكون من نوعين، يعني شنو أفعال رباعي؟ يعني فعل رباعي متكون من أربعة أحرف. رباعي شنو معناه؟ متكون من أربعة أحرف. هذين المصادر الأفعال الرباعية عندنا يعني تقسم نوعين. شنو النوعين؟ أولا الأفعال الرباعية يعني المزيدة والهذا والمجردة. شو نقول؟ أولا مجردة، واثنين مزيدة. المجردة شنو معنى؟ يعني المجردة هي أحرفها أصلية، يعني هي أحرفها أصلية، والمزيدة تحتوي على أحرف يعني زيادة. يعني فراح ناخذ المجردة أولا. المجردة تأتي مصدرها على الوزنين. شنو الوزنين؟ فعلل، هعيني، وفعلان. فعلل وفعلان، هاي المجردة. زين، مثل ايش؟ ناخذ مثال، مثل عدي ناخذ مثال بعثر. بعد زلزلة. يعني دحرج. هذه الأفعال الرباعية المجردة. هسه راح ناخذ المزيدة. اثنين، راح ناخذ المزيدة. يعني شنو المزيدة؟ هاي مجردة وهذه مزيدة. المزيدة ألف، إذا كان الفعل
على وزن شنو أفعل؟ إذا كان الوزن الفعل على وزن أفعل، شبي صحيح العين، صحيح العين، هو عيني؟ يعني إذا كان الفعل على وزن أفعل صحيح العين، يعني مثلا شنو الوزن مالته؟ أفعال. مثل عندنا أكرم إكرام، أو أحسن إحسان، هذه المزيدة. شو نقول إذا كان، يعني هاي ألف، نقول إذا كان الفعل على وزن أفعل، إذا كان الفعل على وزن أفعل صحيح العين، يعني على وزن أفعال، يعني أكرم إكرام، أحسن إحسان. زين، هسه شو نقول؟ وين الأوراق؟ ياتها هاي، أيوه، يعني هسه أخذنا ألف، يعني بعدين شو نقول؟ إذا كان الفعل، نقول أما إذا كان الفعل على وزن أفعل، شوفوا يوم، إذا كان الفعل على وزن أفعل معتل العين، شنو هي؟ معتل العين، مثل إفالة، يعني إقامة، يعني هذا الوزن مالته مثل إقامة، 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 يعني أنارة، إنارة. زين، بعد ايش عندي؟ إذا كان الفعل على وزن فعل مشدد العين، صحيح العين، صحيح العين، شنو الوزن مالته؟ تفعيل، تفعيل. ناخذ مثال تفعيل، مثل عندنا قدم، قدم، شوفوا هذا مشدد العين، قدم تقديم، قدم تقديم، عيني. بعد ايش عندي؟ نقول اذا كان، نقول اذا كان على، نقول اذا كان على وزن، اذا كان يعني على وزن فعل، فعل، اذا كان على وزن فعل، يعني شو نقول؟ مهموز، مهموز الاخر، يعني مثل تفعيل، يعني شو نقول؟ تفعل، 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 تفعيل، تفعل، تفعيل، مثل هنئة، تهنئة، هنئة، تهنئة، او تهنئ، تهنئ. زين، بعد نقول اذا كان، نقول اذا كان على وزن، اذا كان على وزن فعل، اذا كان على وزن فعل معتل الاخر، معتل، معتل الاخر بمن؟ بالالف، معتل الاخر بالالف. شو ياتي مصدره؟ ياتي مصدره على وزن تفعله، ياتي مصدره على وزن تفعله، مثل ايش؟ مثل حلا، مثل حلا، تحلية، حلا، تحلية. بعد خلينا ناخذ بعد، اذا كان الفعل، اذا كان، اذا كان الفعل على وزن فاعل، هاي كلها حفظوها، اذا كان الفعل على وزن فاعل مصدره شنو؟ فعال، فعال، مفاعلة، فعال، مفاعلة، مثل ايش؟ مثل قاتل، قتال، او مقاتلة، جادل، جدال، او مجادلة، يعني هذه هاي خلصنا شنية؟ خلصنا مصادر الافعال الرباعية، بقت لنا الخماسية والسداسية. هسه ايش راح ناخذ؟ مصادر، مصادر الافعال الخماسيه،
مصادر الأفعال الخماسية. أولاً إذا كان الفعل خماسي مبدوء، طبعاً مصادر الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية ذني كل نحفظ. إذا كان الفعل خماسي مبدوء بمن؟ بهمزة، مبدوء بهمزة على وزن ماضيه، شو نقول؟ كسر الحرف الثالث، وش نضيف؟ وإضافة ألف قبل الآخر. يلا خلينا نطبق على هذه القاعدة. مثل إيش؟ مثل عدني امتزج باعوا امتزاج. شوفوا امتزاج يقول كسر الحرف الثالث، واحد اثنين ثلاثة هذا، وإضافة ألف قبل الآخر باعوا امتزج امتزاج. اثنين إذا كان الفعل خماسي مبدوء بالتاء على وزن ماضيه وضم ما قبل الآخر، مثل إيش؟ مثل نقول تألق. شوفوا إذا كان الفعل خماسي مبدوء بالتاء، هذا تاء، تألق شو يصير؟ تألق ضاعوا تألق. إذا كان على وزن ماضي وضم قبل الآخر، يا هو تألق شدة وضمة، يعني هذا شنو تألق؟ هسا تقولون فعل رباعي، لا هذا مو فعل رباعي، هذا فعل خماسي. ليش؟ لأن اللام مشددة، اللام مشددة. بعد الثلاثة إذا كان الفعل خماسي منتهي بالألف، يعني على وزن ماضيه وقلب الألف ياء، يعني نقلب الألف إلى ياء. مثل إيش؟ مثل تهادى شو يصير؟ تهادي. شوفوا هذا تهادى تهادي، هذا شنو؟ الفعل خماسي هذا منتهي بالألف، باعوا هذا الألف على وزن ماضي وقلب الألف وقلب الألف ياء، يعني شو يصير؟ تهادى شو يصير؟ تهادي تهادى تهادي. هذه المصادر الأفعال الخماسية. هسه راح ناخذ بقال. ايش عندي؟ بقالي عندي مصادر الأفعال السداسية. مصادر الأفعال السداسية هم راح ناخذ أولا إذا كان الفعل السداسي مبدوء بالهمزة يأتي مصدره على وزن ماضيه، على وزن ماضي وكسر الحرف الثالث، كسر الحرف الثالث وإضافة ألف قبل الآخر، مثل إيش؟ مثل عدي استمر يعني استمرار باعوا فعل سداسي هذا كسر ما قبل الآخر. شنو الكسر ما قبل الآخر؟ هذا كسر ما قبل الآخر استمر هذا الكسر ما قبل الآخر. زين اثنين إذا كان عين الفعل سداسي ألف، شنقول مثل شن الوزن مالته؟ استفالة. مثل إيش؟ مثل استقامة
استضاء واستقام. هاي عيني مصادر الأفعال الغير الثلاثية، قلت لكم تقسم إلى أفعال رباعية خماسية وسداسية، احفظوهم ذني يلا تعرفون، يعني تحلون التمارين، وإن شاء الله التوفيق.